اهلا بكم في فيديو جديد من قناه فهد عضلات. قبل ما نبدا الفيديو حابب اعرفكم ان انا في عندي قناه تانية للالعاب اسمها قناه تفجير وتدمير، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن، اشترك وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. في الحقيقه يا جماعه انا مبسوط جدا 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 ان انا وصلت اخيرا ل 25,000 مشترك على القناه ديت. وفي الحقيقه انا في حاجه مضايقاني جدا وهي غلطه كبيره انا عملتها. اما فتره الدراسه يعني اول ما بدات الدراسه كانت القناه التانية اللي هي بتاعه الالعاب وصلت في حدود 50,000 مشترك، وبعد كده كانت تفاعلها كويس جدا، بس اول ما دخلت الدراسه بدا التفاعل يموت تدريجي وبقت الفيديوهات بتجيب مشاهدات بالعافيه، مشاهدات قليله جدا. فاكبر غلطه انا عملتها ان فضلت اعافر في قناه الالعاب وانزل كم رهيب جدا من الفيديوهات، في حين ان انا لو كنت بذلت مجهود اقل من ده بكتير في تنزيل فيديوهات كوميديه على القناه دي، مين عالم القناة دي كان ممكن تعدي 50,000 مشترك دلوقتي، او ومين عالم كان ممكن كمان توصل ل 100,000 مشترك. للاسف انا مستغرب بصراحه. انا عارف ان اليوتيوب بيقترح اكتر الفيديوهات الكوميديه والحاجات ديت، ورغم كده قعدت عافر في قناه الالعاب. انا ما اعرفش ليه، انا يعتبر ضيعت وقت رهيب جدا في الثلاث شهور اللي فاتوا دول. فعلا لو كنت ركزت على القناه دي كان زمانها عدت، بس يلا مش مشكله تتعوض. الفتره الجايه ده يا جماعه يعني انا هركز اكتر على قناه الكوميديا وهبتدي، يعني طبعا هو انا بصراحه اصل بدا يجي لي احباط شويه من قناه الالعاب. كل ما العب لعبه جديده مطلوبه، يعني مثلا لعبه زي ببجي موبايل، اللعبه دي مطلوبه جدا ومشاهداتها رهيبه جدا، بس اول فيديو وتاني فيديو هم اللي جابوا مشاهدات رهيبه وفقت قليل. جيت النهارده نزلت فيديو تاني للعبه اللي هي ببجي موبايل، مشاهداتها مش اللي هي، يعني انا كنت من كام يوم نزلت فيديو لببجي موبايل من اول يوم جابت تقريبا 7,000 مشاهده، يعني عدت ال 5,000 مشاهده من اول يوم، انما النهارده نزلتها جايبه 2,500 مشاهده لا 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 مش عارف، يعني انا بحس يا جماعه من الاخر الناس مش حابه تتابعني في الالعاب، يعني بحس ان الناس ايه بتحب بس تشوفني لما اجرب لعبه جديده، تحب تشوفني اول كام فيديو وبعد كده خلاص يتعودوا بقى ان انا نوب او مش حلو في الالعاب، او حتى لو في لعبه بعرف العبها بس ادائي فيها مش عالي قوي، مش اللي هو لدرجه الاحتراف، برضو بيتابعوني كام فيديو كده في الاول بعد كده خلاص. فعشان كده للاسف يا جماعه خلاص انا ابتديت ادرك الحقيقه، يعني الحقيقه هو ان انا المفروض اصب مجهودي في قناه الكوميديا مش في قناه الالعاب. طبعا قناه الالعاب طبعا هنزل فيديوهات لفورتنايت برضو على قناه الالعاب، وفيديوهات لببجي موبايل، وفيديوهات لجاتا وكل حاجه، بس طبعا يعني هيبقى الاساسي عندي قناه الكوميديا بصراحه، يعني الاهتمام الاكبر هيبقى في قناة الكوميديا. بصراحة ضيعت وقت كتير فعلا، ضيعت وقت كتير فعلا، والغريبة ان الامور واضحة زي الشمس، يعني التفاعل على قناة الكوميديا، الفيديوهات في فيديوهات كتير بتعدي عدد المشتركين على فكره يا جماعه. وبعدين اقول لكم على حاجه بقى انا بفكر اعملها، ان في قناه الالعاب ممكن بقى ايه العب الالعاب اللي انا بحبها اكتر مش اللي مطلوبه اكتر، يعني ممكن ما اهتمش قوي بالالعاب المطلوبه اكتر والعب الالعاب اللي انا بحبها اكتر. فارجو يا جماعه، يعني ارجو ان اللي منكم مشترك في قناه الالعاب ما يزعلش ان انا هبتدي اركز اكتر على قناه الكوميديا. طبعا مش ههمل القناه الثانيه، بس تركيزي الاكتر هيبقى على قناه الكوميديا بس كده يا جماعه، وان شاء الله تتبسط يعني في القناه دي. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني ان اطور المحتوى بتاعي عشان القناه بتاعتي تكبر اسرع واسرع، وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجايه لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.